ضيفي لهذه الحلقه المتابع للشان السياسي الدكتور منح العنغري. مرحبا بك دكتور. يا هلا ومرحبا. ضيف عزيز على حوار مصر. سعد الناصر والمصرية وجمهور الكرام. شكرا لك. لغايه الساعه 1 الظهر نسبه المشاركه كانت 18%. وبال يعني للمغرب صارت 41%. وطبعا يعني انا ايضا يعني اشكل على النسبه يعني لان الانتخابات الماضيه كانت 9 ملايين شخص قالوا 41%، الان 6 مليون و41، يعني النسبه ايضا بها اشكال. احنا راح ننتظر ما سيتولد من الزعامات من قرار في بغداد وهذه المحافظات، وستنعكس على محافظتنا مع ايش؟ مع دخول ايضا المعطى الجديد اللي هو الكتل الاطاريه اللي فازت عليه. يعني انت تلقي لك شخص عنده 200 صوت، 300 صوت، 400 صوت تلقي، معناته انه هذا يعني فقط يعني انت استاذ جامعي كنت درست الاف الطلاب، انت مدير مدرسه كنت صرت 30 40 سنه مدير مدرسه وتجيب لك 150 صوت. انت تجي على شخص مثلا ما عنده مهنه ولا حد شايفه ولا حد سامع به يحصل له 3000 صوت. طبعا ايضا اكو ضابط، اكو ضابط للحكومات المحليه، احنا هاي الحكومه المحليه من 2014 لغايه الان ما لها ضابط، يعني تصرف بكيفها، تقدم بكيفها، تعمل مشاريع بكيفها. الان على الاقل اكو مراقب بسيط الموجود يعني بها.